نبي نبدل ضيقات الباري بالبا ننسى العمل ومراجعات الدواية لا شفتنا والمزني قام يتحدى يزورني من هاجس الشوق زايد شهرين مع شهرين وانا تصبر اجامل الايام واحيانا ساير لا من بعض الناس قام يتعذر بالحي ما عمره تعدى العماير دقيت سلف الجبيل الروض الاخضر في موقع مباهم الناس داير مرتاع خشوف الريمي في ماضي مار يا ما رعى فيها بين الصيد ذاير تسمع ترانيم الطيور وتعبر وشنف الاذان تسبيح طاير تبهج صدور الناس وسر منظر في روضة مهامين السيل حاير تلقى بها الخلفات ضايق بها الدار حيرانها دايم تسن العشاير ومن الرسوم الماضي يهباقي يعبر تشوف به باقي بواقي مناير نسج بهلنا المزاج تغير وننسى معاناة الزمن والخسائر يوم أكثر لوقاتي فيها انتكدر أسباب ناس تودي العقل حاير أحد ضحك وكني لك خافي يا الشر وحد مغيب عنك كبار وصغاير محسوب بالتعدادي واسمه محضر كم العدد له عديم الضماير وحد لاجل حاجه يمرك وسيار ولينتهى لازم يساكن لصاير ناسين بشوفتهم ترى دايم تسر أهل الوفاء والطيب إلى بار باير ودك مثل ذولا لأجرك تبشر وانت لشوفتهم تسوق البشاير يقول اهلي وداه بشوفة البار وينسى العمل ومراجعة الدواير القصيدة للشاعر فهد بن صمدان الباري بالبار ننسى العمل ومراجعة الدواير لا شفتنا والمزني قام يتحدى يزورني من هاجس الشوق زايد